العنف ضد المرأة قضية نضال يومي ببلد مثل لبنان، بالرغم من التقدم الكتير كبير اللي وصلنا له بالقانون بفضل نضال كل الجمعيات النسائية. بعده القانون يمكن ما نقر بجزء كبير منه، نقر جزء منه وبعده متساهل بهيدي القضية ببعض المراحل. بعده في مرة كل يوم عم تتعرض للعنف، بعد في نساء، بعد في أمهات، بعد في بنات بتسكت على حقوقها، بتصبر على وجعها لأنها بتخاف أنها تتشكى، بتخاف أنها تطلق، بتخاف من المجتمع، من حكي الناس، من حكي الجيران. وبعد في دين، في قوانين، في أحوال شخصية، في شيوخ، في محاكم روحية، في خوارنة عم بزلوا المرأة اللبنانية كل يوم. بعد الأم بتخاف على أولادها بلا ما تتذكر أنه العنف قدام الأولاد هذا بيعملهم عقدة كمان بالمستقبل. بعيد الحب حبينا ننقل تجربة اجتماعية باللغة الإسبانيولية، تجربة مفروض كل أم توصلها باللهجة اللبنانية، اللهجة اللي نحن بنحكي فيها. نقلنا هيدي التجربة على واقعنا اللبناني وعلى مجتمعنا يلي بيختلف عن إسبانيا. تجربة مهدات من كل ولد لكل امرأة عم تتعرض للعنف بعالم الأطفال. هيك براءة الحب. هيدي كانت التجربة، فإذا هلا رح نشوفها. هيدي التجربة الأجنبية اللي مثل ما قلت لكم باللغة الإسبانيولية، رح ننتقل للتجربة اللبنانية المحلية يلي بتفرجينا المجتمع اللبناني كيف تعاطى مع هذا الموضوع، لحتى نشوف إذا المجتمعات بيتشابهوا، إذا الأطفال بيكون عندهم نفس ردة الفعل، يمكن نفس النظرة، كيف بيتصرفوا لما بينقال يلي رح ينقال لهم. رح نشوفها نحن وياكم. شو اسمك؟ ياس. جاد. عباس. بنجامين. روبن. بسام. ديمتري. عمر. علي. نجيب. كريس. قدي عمرك؟ 9 سنين. 10 سنين. 9 سنين. 10 سنين. 7 سنين. 10. 14. 10. 12 سنة. 13. شو بتحب تصير لما تكبر؟ بحب كون دكتور. تنتير. إلكترونيك إنجينير. بحب مثل ووضع أجنبي. شيف. مهندس. مثل. وزير. بيلوت. محامي. ليه؟ بحب دفع عن قضايا الناس. بحب ساعد المريضة وما بحب إنه يكونوا سخنين. بحب عمير بيوت وبدل لبنان يكون حلو لأنه شاطر بالمط. هيك مساعد صدنا جنب المستقبل. لأنه ما بحب أترك حدا بلا أكل. لأنه ما عندنا وزارة بهالبلد منيح. لأنه بحب استكشف العالم. هيدي ماري. هاي ماري. حلوة؟ إيه كثير. شو الحلو فيها؟ حبيت شعرها وكيف تلبس. طويلة. وجهها. كلها. تمها. عيونها. جمالها. غنجها شوي. أنت معدومة. جمالك جمال. حكا. الوتة جنتي الوتة الوتة تدب المغيب. وهلا ضربها. يلا اضربها. ما بدي. لا ما بقدر.
الحوت. لا. ليش لا؟ لأنه منا حيوان. هاي إنسان. الله خلق إنسان منشان ما نضربه. إذا أنجع بضرب صبي، ليه بدي أضرب بنت؟ لأنه الشباب ما بيضربوا البنات. لأنه مش لازم الشخص يضرب بنت. لأنه البنت ما بتنضرب غير بالوردة. لأنه ديني ما بيسمح لي. لأنه البنت بتنباس ما بتنضرب. فيي أخدها معي؟ في عالم الأطفال النساء لا يضربن. تجربة بنهديها من قلب السيتي سنتر بيروت لكل ولد لبناني، لكل أم لبنانية عم تتعرض للعنف كل يوم بقلب بيتها وبرات بيتها. النضال نحن مستمرين فيه بشكل يومي بهذا البرنامج. الرسالة الأهم هي أنه ما تسكتوا أبداً على العنف كيف ما كان شكله وشو ما كانت الظروف. دايماً في حل ودايماً في خيار، ودايماً السكوت بيوصلنا لعالم أسود أكتر، لعالم مريض، لعالم بده علاج وما منعود نعرف نطلع من هيدا المرض. كل عيد حب وأطفالنا يكبروا ببراءتهم، يكبروا بسلامهم. كل عيد حب وجيل يربع على قوانين تحترم المرأة اللبنانية، تحترم الأم اللبنانية، تحترم الأخت اللبنانية. ونحن جاهزين نسمع بهيدا البرنامج لكل مرأة عم تتعنف. الأرقام عطول عم يمرقوا بهيدا البرنامج، ما حدا يتردد. كل مرأة عم تتعنف، كل ورد عم ينضرب عم ينظلم، نحن ما رح نترك حدا. بيحكي جالس مش عطول لازم نحكي عن الأخطاء بالقضاء اللبناني، مش عطول الملفات لازم تتعلق ببعض القضاة يلي بيخالفوا القانون وبيشوهوا سمعة القضاء بلبنان. لما يكون في قرارات جريئة بالقضاء لازم نفتخر فيها بهذا البرنامج، لازم كل اللبنانيين يفتخروا فيها ونحن لازم نضوي عليها، لأنه نحن منآمن بمقولة القضاء بخير يعني المواطن بخير، أو يعني الوطن بخير كمان. قرارين بيشرفوا القضاء اللبناني بملف العنف المنزلي. أول قرار للرئيس للقاضي أنطوان طعمي بمحكمة الجديدة، كانت الزوجة عم بتعاني من التعذيب النفسي والتعذيب المعنوي والطرد من البيت وحرمان من أنه تشوف ابنها، وكان الزوج عم يعمل علاقة جنسية مع مرته بالقوة وقت اللي هو بده، لوقت ما صارت الأم تتراجع صحياً من وراء التحقير، من وراء التصرفات الشنيعة، لحتى صار عندها التهابات بالبول، التهابات بالكلاوي من وراء اللي عم بيصير معها بقلب بيتها الزوجة. قرار القاضي طعمي كان واضح، منع الزوج من أنه يتعرض لمرته وحقها أنها تعيش بالبيت، وجبروا أنه يدفع مبلغ شهري ومعاش لها لحتى تعيش بكرامتها، ومنعوا للرجال من أنه يمس بفرش البيت أو أنه يتصرف بالأموال المشتركة والمنقولة. القرار الثاني كان للقاضي قاضي الأمور المستعجلة بجديدة كمان رالف كركبي. هون كان الزوج مصور مرته بموافقتها، مصورة صور حميمة، صور معينة، بلش من بعد الخلاف بعد ما اختلف مع مرته بلش يهددها بأنه ينشر الصور، بلش يتهمها بالزنا مع أنه هو كان مصور الصور. وقرار القاضي كركبي كان واضح جداً حول العنف المعنوي وخطورته على كرامة الأم والمرأة وعلى مكانة الزوجة بالمجتمع أو المرأة، ومنعوا كمان لزوجها يلي مثل ما قلت كان بده ينشر الصور، منعوا من أنه ينشر أي صورة من صور مرته. والقاضي كركبي حماها من ظلم الزوج، من الابتزاز المعنوي يلي كانت عم تتعرض له. قرارات القاضي طعمي وكركبي والاجتهادات يلي بتغطي الفراغ التشريعي عنا بلبنان، هيدي كلها منفتخر فيها، ونحن عطول منفتش على كل قاضي بيشرف القضاء اللبناني وعنده الجرأة أنه ياخد هيك قرارات. هيدي القرارات اللي حكيت عنها هلأ إذا ذكرتني بحدا ذكرتني بالقاضي جون الأزي يلي كان أول المناضلين من القضاة اللبنانيين لحقوق المرأة ودفع ثمن قراراته وبعده لليوم عم يتعاقب على جرأته بالمركز اللي تحول أو اللي تشكل عليه. اليوم نحن بحاجة لقضاة مثل جون الأزي، مثل رالف كركبي وأنطوان طعمي بقضايا المرأة، بقضايا العنف بالبيت، ونحن بنوجه لهم ألف تحية ونتمنى من كل القضاة كمان يعملوا مثل ما عم بيعملوا هالقضاة ويعملوا اجتهادات لخدمة المرأة اللبنانية والعنف بالبيت. بعد البريك